مساء الخير مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من لقاء الاجيال. لقاء الاجيال اللي هو اصل الموضوع واصل الحكايه في كل مجال وكل مهنه. تواصل الاجيال مع بعض، الجيل الاكثر خبره هل بينقل خبرته وبيساعد جيل الشباب ولا لا، خصوصا في المجالات والمهن زي مهنه الطب المتعلقه بصحه الانسان وبحياته. النهارده معانا ابناء مهنه الطب وبالتحديد جراحه الاطفال. بيشرفنا في الاستوديو الدكتور محمد عبد الباقي فهمي، استاذ ورئيس قسم جراحه الاطفال بطب الازهر. اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك استاذه المشاهدين. وانت بقى دكتوره هند بتمثلي جيل الشباب. دكتوره هند محمد ابراهيم، مدرس مساعد جراحه الاطفال بطب الازهر. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وسؤالنا الاول دايما في برنامجنا لقاء الاجيال هو ان احنا بنتاكد او بنستفسر، هل فعلا بيبقى فيه علاقه تواصل الجيل الاكثر خبره بيساعدكم بيديكوا فرصتكم يقف جنبكم، ولا بتبقى علاقه تنافسيه شويه؟ وانا في الاول كنت حابه اشكر حضرتك واشكر الدكتور محمد ان اداني الفرصه ان احضر معاه برنامج زي برنامج لقاء الاجيال. هو الدكتور محمد وكل اساتذتنا الكبار من الناس اللي بتدينا العلم وبتثقفه لنا حتى من غير ما احنا نسأل، ولو سألنا مش عايزة اقولك العلم بينهال علينا ازاي، لكن حتة ان ممكن يبقى في تنافس في تضارب بيننا لا، ما اعتقدش حاجة. نقول انت حظك برضو كويس ان الدكتور محمد يعني مش بالضرورة كل الدكاترة كده، يعني مش كده دكتور محمد؟ يعني والله رأيك ايه؟ احنا لو نتكلم بصراحة بقى يعني هو طبعا في كل مجال وبالذات في مجال الطب والاكثر في مجال الجراحة ان احيانا بيبقى فيه تنافس، وطبعا بيبقى فيه نوعيات ممكن تبقى عايزة هو مميز ومحدش يتميز غيره. لكن انا شخصيا يعني مريت بتجربة، انا الجيل اللي كان قبلي يعني ممكن حد منهم يزعل معلمونيش قوي، وكان في ضغط عليا، وكان في برضو كده ان انا يعني بعيد عن الايه عن المجال. يعني بيعتبروا يعني اصل انا بتكلم هنا في موضوع مهم جدا على فكره، مش عارفه حضرتك متفق معايا ودكتوره هند ولا لا، ان مهم جدا ان الجيل اللي قبل مني يقف جنبي انا كشاب. تمام. يعني يديني فرصه يعلمني خصوصا في مجالكم مجال الطب. لكن بنلاقي لا، هو خايف ان هو يتاخد منه مكانته او مكانه. انا هقول لحضرتك حاجه، ما انت قلت لي اتكلم بصراحه ممكن تزعل بعض الناس، فبقول لحضرتك ان انا كنت هنا في مرحلتي الاولى اللي كنت زي في السن بتاع هند، فمحدش علمني كويس، فاضطريت ان انا سافرت بره. فسافرت بره مسكوني اتنين كانوا من اكبر الناس بتوع جراحة الاطفال في مانشستر. بقى الراجل لا تتخيلي حضرتك يكلمني بالليل يقول لي يا محمد ده في حالة نادرة وهنعملها دلوقتي، وانا قلت عد عليك بالعربية عشان تتفرج عليها. فعلموني ووقفوا معايا وقفة كانت رائعة جدا، لدرجة ان جيت بعد كده انا عايز انزل مصر، فمنهم واحد اسمه ديفيد جوف، ده كان من اكبر الناس بتوع جراحة مسالك الاطفال، وهو اللي حببني في العيوب الخلقية والتناسلية في الاطفال. فقال لي انت راجع مصر؟ قال لي لو عزتني في اي وقت انا هاجي وفي ظهرك. فجيت انا مسكت قبل ما اخش الجامعة قسم جراحة الاطفال في مستشفى الجلاء التعليمي، فتحت اسم جديد وبعت له قلت له ان حصل كذا كذا كذا. جالي اسبوع بلا مقابل عشان يقف معايا، وقف على رجليا ويساعدني. فلذلك انا بحس يعني بقى ان ده دين عليا لازم ان انا اديه. وبعدين في نقطه تانية بقول، لما دول ناس اجانب مش من جنسيتي ولا من ديني ووقفوا معايا وعملوني بالطريقه دي، لازم انا اوفي الدين ده وانقله واحسن فيه كمان. أيوة. وان انا انقله للاجيال الثانيه. لذلك حضرتك بتلاقي احيانا مثلا لما اجي اساعد حد من النواب، احنا النواب اللي هم الجيل الصغير اللي معانا او مدرسين المساعدين، ممكن حد يقول لا انت بتساعدهم ليه، لا انت خليه يعتمد على نفسه. انا بحس ان انا بادي جزء من الدين اللي عليا زي ما ناس كويسه عملت فيا. والمفروض برضو ان احنا نكسر الحلقه ان مش جيل يلعن جيل، يعني لكن في اطباء بيقولوا لك انت بتساعدهم ليه؟ طبعا هم بيبقوا غالبا يعني تعبوا قوي ومروا بمشاكل وسنين، فبيبقوا مش متخيلين هم ينقلوا الخبره دي على الجاهز لغيرهم. وهي حضرتك بتبقي شخصيات، شخصيه واحد بيبقى سيلفش، بيبقى عايز ان هو يستاثر بالموضوع لوحده، عايز يبقى هو مميز. أيوة. وده غير صحيح، ان انا تواصلي وامتدادي يعني انا ببقى في وجهة نظر ان انا عايز بعد ما اموت
الناس الاجيال دي تيجي تقول يا سلام والله ده كان انسان كويس، حتى تنقل خبره وعلم. طب انا مش عايزه يعني السؤال الاول يطغى يعني على الحلقه بعد اذنك، لان انتوا عندكم تخصصات نادره احب ان انا اتكلم عنها. يعني انا قلت ان حضرتك رئيس قسم جراحه الاطفال، التخصص الادق هو حضرتك متخصص في العيوب الخلقيه في الاجهزه التناسليه للاطفال، وده اللي جمعكم. واسمع من دكتوره هند ايه وجه الصله بينك وبين دكتور محمد في هذا التخصص؟ هو انا اصلا كنت نايب في مستشفى الزهراء جامعه الازهر، والدكتور محمد كان رئيس الوحده بتاعه جراحه الاطفال، فانا كنت معاه طول فتره النيابه، واخدت معاه الرساله بتاعتي بتاعه الماستر، ورساله الام دي برضو اخدتها معاه. فالدكتور محمد من الناس اللي حببني الجهاز، يعني العيوب الخلقيه في الجهاز البولي التناسلي. أي. فانا كنت فعلا لما الدكتور محمد اتفقنا على ان احنا ناخد موضوع الام دي في الجهاز البولي التناسلي، كان من اكثر الناس اللي عملت لي سبورت في اني اخد الموضوع ده وازاي امشي فيه واخد الحالات بتاعتي، وما سابنيش حتى في المعلومات. يعني دكتور محمد انا مش لاقيه مثلا المعلومه الفلانيه، الاقي باعت لي 2-3 بيبرز يا هند اقريهم وهتلاقي فيهم. فبصراحه يعني من الناس اللي ليها فضل عليا كتير. الشباب يبقى حظهم كده. طيب انا عايز اسال حضرتك عن التخصص ده بالتحديد، وانا عارفه ان حضرتك ليك كتب، والتخصص ده تخصص انا شايفاه دقيق جدا. ومش عارفه اذا كانت حالاته كتير ولا لا في مصر. عيوب الاجهزه التناسليه بالتحديد، ليه اخترت التخصص ده وحالاته كتير ولا لا في مصر؟ ان احنا ممكن نكون ما عندناش المعلومات الكافيه. طبعا هو من ناحيه الحالات حالاته كتيره جدا، وللاسف انها في تزايد مستمر، يعني نسبه حدوث الحاجات دي بتزيد نسبه حدوثها. الحاجه الثانيه ان هو اريا او مجال بيعتبر غامض بالنسبة لناس كتيرة، وبتحدث منه مشاكل كتيرة جدا. وبعدين احنا كجراحة اطفال بصفة عامة، والموضوع ده بصفة خاصة له تأثير على الحياة كلها. يعني لازم يكتشف في سن معين طبعاً، يكون احسن يعني. طبعا انه يكتشف في سن معين، احنا فكرتنا كلها ان الطفل ينشأ وما يشعرش ان كان عنده اختلاف عن بقية اقرانه. يعني انا عندي طفل عنده مثلا مجرى البول بتاعه مش في مكانه الطبيعي، بحاول اصلحه له بدري عشان لما يكبر ما يعرفش ان كان عنده انحراف عن بقيه الناس اللي من سنه، فينشا بصوره نفسيه طبيعيه. لكن ده لو ما انا ما صلحتهوش صح، او ما صلحتهوش خالص، او صلحته بطريقه خاطئه، هيبقى عنده عيب خلقي. العيب الخلقي ده هيخليه ما يتجوزش بصوره طبيعيه، هيخليه يبقى عنده نوع من الحرج من بقيه الناس، وعنده نوع من الكبت النفسي ان يحس ان هو مختلف عن بقيه الناس. أي. ولا اكون مبالغ ان ممكن في بعض المشاكل الزوجيه تحدث نتيجه ان واحد عنده مشكله في العلاقه مع زوجته، او علاقه في الانجاب، وهي كان سببها ان هو طفل كان عنده مرض يا اما ما تعالجش او تعالج بطريقه خاطئه. وممكن في بعض حالات اللي هي يبقى عندها كبت او اكتئاب، او ممكن تصل للانتحار نتيجه ان هو عنده مرض خلقي محدش اكتشفه، او اكتشف وعولج بطريقه خاطئه فتسببت ان هو عنده مشكله نفسيه بعد ذلك. فانا شخصيا او عضويه سببت في النفسيه، هي عضويه سببت حاله نفسيه. أي. فانا بستشعر ان انا جزء من النعمه اللي ربنا اداها لي ان انا ابذل كل الجهد ان انا اخلي الطفل يبقى طبيعي او قريب من الطبيعي. لو حدث وعنده مرض خلقي خلاه منحرف عن بقيه الاولاد الطبيعيين، فانا ببذل كل جهد ان انا اخليه طبيعي في سن مبكره بحيث ما يكونش عنده اي انحراف. طب الناس هنا بقى ودور الناس، وحضرتك اضفت لي معلومه قبل التسجيل، قلت لي احنا هنا مش بنتكلم بس على وعي الاهالي، ده احنا عايزين نتكلم على وعي الاطباء. ازاي؟ بمعنى ايه؟ اتفضل. طبعا ده جزء من اللي هو الدكتوره هند بتعمله في الرساله بتاعتها، ان احنا الاطفال اللي بييجوا يعملوا عمليه انا بحب اسميها عمليه الختام مش الطهاره، وده السبب عايز له موضوع تاني. فبيجوا عمليه الختان، بيجي الطفل ده وعنده عيب خلقي ان فتحه البول مش في مكانها الطبيعي، فتحه البول مش طبيعيه، الخصيه مش في مكانها، الخصيه منتقله من مكان الى مكان، عنده عوجاج في القضيب، عنده انحناء في القضيب، عنده التصاق في القضيب. فدكتور الطهاره بيجي، الام طبعا ما تعرفش، هي المفروض يبقى عندها وعي وتعرف، لكن على الاقل يبقى الدكتور عنده معرفه، فيطهروا بطريقة طبيعية ويعملوا الختام بطريقة زيه زي غيره، أو ما يوجهش الأم إنها تروح في مكان متخصص. طبعا المشكلة بتتفاقم، بتبقى بدل ما مشكلة بسيطة بقت معقدة،
وفي نفس الوقت هو خلى وارتكب جريمه في حق الام ان خلاها تهمل الطفل وما تروحش لحد متخصص يصلح له العيب اللي عنده. يعني احيانا الدكاتره بيقولوا خلاص يعني يمكن لما يكبر هي تصلح لوحدها، مش بيحول على المتخصص. نعم. او ياخرها. يعني لحد الان احنا عندنا مثلا حاجه المشهوره جدا هي الخصيه المعلقه، ان الطفل بيتولد والخصيه مش في مكان الطبيعي، فتروح لدكتور اطفال او دكتور غير متخصص يقول لها خليه لما يجي يدخل المدرسه نعمل له العمليه. طبعا احصائيا على مستوى العالم ان لازم الطفل يتعمل له تثبيت للخصيه قبل سن سنه ونص، لان لو ثبتها قبل سن سنه ونص هيبقى انسان طبيعي. يعني هنا بنتكلم في ان الوقت حرج جدا طبعاً ولازم يكون بسرعه جدا نعالج العيب. حضرتك الاسبوع اللي فات ده بيجيني طفل في العياده يقول لي والله رحنا للدكتور وقال لنا خلوها على سن 4 سنين ولا لما يكبر شويه، او واحد يقول تاني او الجده بقى برضو دي من ضمن الحاجات اللي هي الموروث الشعبي تقول للام لا ده انا خايفين عليه من البنج، معقول الواد الصغير ده ياخد تخدير، خليه لما يكبر شويه. فكره لما يكبر شويه دي. نعم. طب انا عايزه انتقل بس للدكتوره هند، لان الدكتور محمد بيقول ده كان موضوع الماجستير بتاعك وحاليا الدكتوراه، يعني وحاليا الدكتوراه يعني مكمله فيه الدكتوراه، اللي هو يعني اكتشفتي ايه جديد فيه وازاي الرسائل دي رساله الدكتوراه توصل للناس، يعني تفيدهم، والمعلومات اللي انت بتوصلي لها توصليها للناس مهمه قوي، ما تتحولش لورقه بحثيه ما نستفيدش بيها او الناس تستفيد بيها. هي ابسط حاجه خالص بتجيب الام لعياده الجراحه لما يبقى عندها مولود ان هي جايباه عشان عايز يطهر، فهي دي اول حاجه ممكن انا من خلالها اكتشف مثلا ان الطفل ده عنده عيوب خلقيه والعيب الخلقي ده مثلا محتاج عمليه او مش محتاج. انا في خلال شغلي وانا شغاله لقيت مثلا اطفال مثلا جاي لي مثلا سنه 10 سنين جاي عشان يعمل عمليه الختان، لكن الولد في الحقيقه مثلا عنده خصيه معلقه، الولد في الحقيقه عنده اللي هي فتحه الاحليل التحتاني، اللي عنده اعوجاج في القضيب والام ما تعرفش. طب 10 سنين وهو المفروض يعملها قبل سن سنه ونص، طب الفتره دي كلها يعني الطفل ايه ذنبه فيها؟ ليه احنا مثلا ناثر على حياته الزوجيه بعد كده بسبب جهل، سواء كان جهل ام او جهل مثلا دكتور اطفال راح الطفل ده راح له وما اكتشفش مثلا ان هو عنده خصيه معلقه، او مثلا يجي له طفل هو اصلا يكون عامل عمليه الختان عند طبيب والولد ده يكون خصيه معلقه. أي. طب يعني انت دكتور وعملت مثلا عمليه الختان والولد خصيه معلقه، الاهم من الختان الخصيه المعلقه. طيب ادي يعني لو الاهالي معذورين انه في عدم وعيهم، الاطباء غير معذورين في الحقيقه خالص. طب احنا عندنا تقرير بنتكلم فيه وبنتساءل وبنسال الناس. نعم. وبنقيس درجه الوعي، يعني هم عندهم الوعي يعني فيما يخص الكشف المبكر. نعم. ان انا لما اشك كأم لازم اروح لطبيب متخصص، ما استناش، ما اهملش، ما اقولش لما يكبر. هنسال السؤال دي واسئله تانية كتيره للناس ونشوف رد فعلهم ونرجع لكم مره. هو بالنسبه لدور الاسره مهم جدا جدا في اكتشاف الامراض وخاصه لدى الاطفال منذ الصغر، وبنشوف ده بالنسبه اكبر بالنسبه لدى المتعلمين، لان المتعلم او اللي هو بيبقى دارس العلوم سواء طبيه او نفسيه بيبقى عنده فقه اكبر ان هو يكتشف ان الطفل اذا كان عنده مرض او غيره. المفروض من ساعه الميلاد لحد سن الحضانه بتشوف فيه لو عنده فرط الحركه، عنده بطيء الحركه، عنده مشاكل في الاخراج، مشاكل في التغذيه، كل ده بتعالجها، لو عالجتها وهو صغير كل ده بيطلع انسان سليم. بالنسبه للامراض اللي هي المبكره الاسره ما بتكتشفهاش مبكرا، ليه؟ لان احنا للاسف معلش برضك الوعي عندنا والتثقيف عندنا قليل قوي قوي قوي. دور الاسره في اكتشاف الامراض يعني احسن من الاول، بالذات نسبه التعليم زادت عندنا، وطبعا الاسره بتبقى متابعه، والتلفزيون والاعلام المصري، الناس اتفتحت على الاول. المسؤول عن الاسره الاب او الام اذا وجد مثلا ولد من اولاده او بنت من بناته حصل عندها ارتفاع في درجة الحرارة، لا قدر الله مغص كلوي، مغص معوي، يجب على الفور أن تسارع وأن تذهب إلى الطبيب المختص لكي يصرف له العلاج الصحيح، لأن الطفل إذا نشأ قوياً
فالأمة تنشأ قوية. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، بنستكمل حلقتنا وحوارنا مع الدكتور محمد عبد الباقي والدكتوره هند. بنتكلم عن وعي الاهالي اللي هو لازم نخاطبه دايما، واحنا دورنا كاعلاميين في برامجنا نخاطب وعي الاهالي ونناشد وعي الدكاتره لان ده اهم. وهنا احنا بنتكلم على الاهالي، مش بنتكلم على القاهره وبنتكلم على اسكندريه، احنا كتير قوي ومحافظات كتيرة جدا، وفي منها المهمش وفي منها اللي ما عندوش أصلا المستشفيات ولا الموارد البشرية من أطباء وكفاءات، وحضرتك طبعا أدرى بالقصة دي. مشكلة كبيرة جدا طبعا، إن هو تخصص جراحة الأطفال، وهو أنا في وجهة نظري كل التخصصات، يعني أنا ما ينفعش مثلا يكون في محافظة ما فيهاش دكتور قلب، ومتصور إن القلب ده دكتور قلب ده رفاهية أو التخصص صعب. ما ينفعش مثلا محافظة ما يكونش فيها فريق متكامل لجراحة الأطفال، لأن للأسف الشديد لحد هذه اللحظة ممكن يجي طفل مثلا مولود وعنده انسداد معوي، ومولود في بلد مثلا محافظة على بعد 4-5-6 ساعات من القاهرة، على ما يجيبوه ده شغلانة كبيرة جدا يعني. فمفروض أن يكون في كل مكان. حاليا طبعا في ازدياد شوية، بقت كل جامعة فيها قسم جراحة أطفال، وبعض مستشفيات وزارة الصحة فيها تخصص جراحة أطفال، لكن احنا محتاجين الاكثر يعني. وفي نفس الوقت احنا في كلية الطب بنحاول ان احنا ندي المعلومة الصحيحة، وهي اهم ما فيها ان انا مش محتاج الدكتور بتاع الرعاية الاولية او بتاع مركز الصحي ولا دكتور الاطفال انه يعرف التفاصيل. انا عايزه يبقى عنده بس شك، معدل شك عالي، فيجي له طفل يشك ان هو ممكن يكون عنده عيب خلقي يحوله. والدرجة الثانية أو الدرجة الأعلى تستطيع أن تتعامل معاه وتثبت أو تنفي الشك اللي موجود عنده. نفس القصة سعادتك بالنسبة لمشكلتنا مع العيوب الطفل اللي مولود بأمراض خلقية، أنه دكتور النساء والولادة عايزه هو بيعمل موجات صوتية لبطن الأم يشك بس أن ممكن البيبي ده ما يكونش عنده فتحة شرج، فلما يشك بعتهولي هتأكد أن البيبي اللي في الجنين اللي في بطنها ما عندوش فعلا فتحة شرج ولا لا، أبقى بعد كده لما تولد في مكان متخصص مجهز ومعد لاستقبال الطفل وإجراء العملية. لكن احنا بنتكلم على أطفال حديثي الولادة، ودول عايزين حساسية فائقة في التعامل. حضرتك بتقول إن التعامل بيبقى من هو جنين طبعا، فهنا القصة يعني حساسة جدا ومهمة جدا. ومش عارفة إزاي احنا يعني الدكاترة، والله هي انا اتكلمت عليها اهتمام كافي، هي اتكلمت عليها قبل كده، وهي عايزه بس ان يبقى في يعني احنا عندنا بس ما فيش وصف للامور، لكن الامور تبقى موصوفه، ان انا يبقى عندي دكتور النساء ودكتور الاطفال عنده الهاي ريسك جروب. الهاي ريسك جروب دول اللي هم الامهات اللي عندهم قابليه ان يكون عندهم بيبي عنده عيوب خلقيه، والام نفسها هو بيعمل لها بيكشف عليها بالموجات الصوتيه او بيكشف حتى عليها كشف عادي في كريتيريا معينة وبوينتس معينة يشك ان الام دي ممكن يكون فيها بيبي عنده عيوب خلقية. يعني حضرتك بتتكلم على هاي ريسك جروب او المجموعات اللي هي اكثر تعرضا للخطورة. بس هنا احنا بنتكلم بقى على اجهزة حديثة، بنتكلم على امكانيات، مش كده؟ لا خالص. اهم حاجة في الموضوع، انا لما حكيت لسعادتك الراجل اللي هو ديفيد جوف ده، لما جبته الكلام ده كان في التسعينات من انجلترا عشان يجي عندي هنا، فقال لي إمكانياتكو المادية أكتر أو تساوي إنجلترا، لكن إحنا الديفيشنسي أو الديفكت العيب اللي عندنا في الإمكانيات العقلية أو الفكرية أو التخطيطية اللي بتخطط اللي هو حضرتك أنا مش محتاج يكون عندي موجات ثلاثية رباعية الأبعاد عشان خاطرك، لا أنا بالتلفزيون جهاز التلفزيون العادي هكشف هلاقي المية كتيرة في بطن الأم، طب المية كتيرة دي ليه؟ ممكن يكون البيبي عنده انسداد معوي، أصعده لحد تاني، يعني أنا دلوقتي هكشف في اليوم على 20 واحدة ست، لقيت واحدة ست منهم عندها سكر عالي وضغطها عالي، المخ بقى يشتغل إن احتمال يكون عندها بيبي عنده تشوهات خلقية، أبعتها للي أعلى مني يقدر يفكر فيها. يعني هي المشكلة فكرية وعقلية وتنظيمية بغض النظر أن تكون مادية، والأمور المادية. لأن أنا مش مطلوب مني يكون في جهاز رنين مغناطيسي في كل حارة، لكن هو يبقى موجود في أماكن معينة بس أنا أصعب معينة الناس معروف. يعني أنا دايما بقول للدكتورة هند وكل الدكاترة اللي معايا إن الإشاعة العادية دي
ممكن أشخص منها حاجات كتير جدا، إن أنا أشك بس في حاجات معينة وبعد كده أفكر فيما بعدها، لكن أنا مش محتاج وسائل سوفيستيكيتد جدا علشان خاطر أشخص بيها أو أعالج حتى بيها. أي. لأن هو أساس الموضوع فكر ومانجمنت. طيب في جديد توصلتي له من رسالة الماجستير والدكتوراه في المعلومات في أحدث طرق العلاج في التخصصات المختلفة في بالتحديد الأطفال؟ وانا بالنسبه للرساله بتاعتي انا توصلت ان شاء الله باذن الله ان انا هعمل زي رسم بياني كده للاطفال، زي ما دكتور الاطفال عنده رسم بياني ان مثلا الطفل اللي عنده سنتين وزنه مثلا الوزن الفلاني، الطفل اللي عنده سنتين طول الفلاني، احنا نعمل رسم بياني ويتوزع بقى على العيادات الخارجيه بحيث ان انا هو الافرج اللي هو المفروض لو أقل منه أو حتى أكتر أو أكتر منه يبقى أنا أبدأ أشك. يبقى أبدأ أشك. فأنا هعمل حاجة زي كده بس على الجهاز البولي التناسلي. فأنت أي دكتور لو حط البيبي على السنتايل ده ولقاه إن هو أعلى من الأفريج أو أقل منه، لا يبدأ يحوله بقى. لا أنا ما أعرفش بس أنت مش في الأفريج الطبيعي. لا لازم تروح لحد أكتر مني خبرة لي. على الأقل نبقى عملنا الليمت اللي هحول بعدي. يعني انا هشتغل معاك بس انت الليمت بتاعك يعدي شغلي، لا روح لحد اكتر مني. طب انا بدعوكم وبدعو الساده المشاهدين ان احنا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مره ثانيه. انا شايف فكره الطبيب بشكل عام دي من اسمى المهن الموجوده على مستوى الدنيا كلها من بدء الخليقه، وفكره الجراح كمان الجراح مهنه صعبه محتاجه قلب جامد جدا، وطبعا ده شيء يشرف اي واحد اللي ابنه يبقى طبيب جراح او طبيب بشكل عام. انا اتمنى ابني يطلع طبيب جراح ان هو يخفف بالذات يعالج الناس الغلابه المرضى، وبالذات ان احنا من ارياف ولينا احساس خاصه غير اي حد بالناس الغلابه الفقراء. انا بنصح ابني ان هو يطلع، وبالذات هو بيطلع من الاوائل في المدرسه، وقلت له لو تطلع طبيب حاول انك انت تساعد المريض بالذات الراجل الفقير، الراجل غير ما تحملش عليه في اي حاجه، حتى في كتابه الارشته ما تحملش عليه انك انت تروح تقول له هات من الصيدليه يا فلان. مهنة الجراحة مهنة شاقة بس شرف لأي حد إن هو يطلع جراح، وشرف ليا شخصيا إن هو يكون ابني جراح ويساعد الناس. من ناحية المكانة الاجتماعية طبعا حاجة كبيرة جدا، فخر يعني. أنا أتمنى طبعا إن أنا ابني يكون طبيب جراح، بس أتمنى إن هو يكون برضه حنين، أعلمه الحناء على المرضى طبعا. التخصص ده تخصص مطلوب ومرغوب، والولد بيكون متفوق فيه عن البنت، والقسم ده بيخدم ناس كتير، وجراحات النهارده بقت جراحات مختلفه، جراحه قلب، جراحه مسالك، جراحات كتيره. اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه، بنستكمل حوارنا في تخصص جراحه طب الاطفال مع الدكتور محمد عبد الباقي والدكتوره هند. احنا مقارنه بالخارج احنا مواكبين التطور، احنا قريبين منه، وخصوصا ان احنا دلوقتي ما عندناش حجه، احنا عندنا وسائل التكنولوجيا الحديثه والانترنت، واحنا ممكن نفتح نجيب اي معلومه، نطلع على اي معلومات عايزينها، كاننا بنسافر بالظبط، كاننا في بعثه. لا والله انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا ينقصنا بس اللي هو التفكير واللينك اللي تربط الحاجات ببعضها. يعني انا من زمان جدا من اكتر من 20 سنه من ايام الدكتور اسماعيل سلام لما كان وزير صحه، كان نفسي اعمل اللي بتعمله هند في رساله الدكتوراه دلوقتي، ان يبقى في ريجستري تسجيل للحاجات. هذا التسجيل هيبقى معلومه احصائيه صحيحه للبلد كلها. احنا لحد دلوقتي سعادتك حتى الحاجات الاصعب من موضوعاتنا احنا ما فيش ريجستري ليها، بمعنى تسجيل انا عندي كام حاله سرطان مثلا، انا عندي كام حاله سرطان. دي للاسف بره تلاقيها بكل سهوله المقاسات وحاجات، فحاولت ان انا تتعمل. فدي احنا ينقصنا زي ما قلت لحضرتك عشان ما اطولش، بس ان هو الفكر اللي يربط الامور ببعضها، وليس نقص في التكنولوجيا ولا نقص في الامكانيات الماديه. ايوه طبعا الاشخاص نفسهم البيرسونيل ان هو برضو الاهتمام الموارد البشريه، ودي اهم حاجه في مهنه الطب. الدكتور ده نفسه ان هو انا ما اخدش دكتور مثلا وبعدين اخده ارميه مثلا في قريه نائيه ويفضل
10 12 سنه يفتح هو عياده ويفتح مستشفى ويبقى راجل كبير قوي، وهو انقطع عن وسائل العلوم الحديثه. فانا ليا حاجتين اتنين بقولهم للدكاتره اللي معايا، ان دلوقتي بقى الوسائل الحديثه للاسف موجوده معنا، كل واحد معاه موبايل ومعاه انترنت ومعاه باقه، لكن بيستخدمها في ايه؟ انه بيلعب لعبه، بيلعب جيمز، بيلعب بتاع. فلكن انا لما تيجي في مخ اي معلومه لو دورت عليها هلاقي المعلومه، فتيجي مثلا دكتور معايا اسالها على حاجه ما تعرفش ازعل منها جدا، اقول لها كان زمان مسموح لك انك ما تعرفيش، انك هتدوري في المكتبه والمرجع، لكن دلوقتي وانت قاعده افتحي وحط الداتا وحط السؤال. في تكاسل، في تراخي برضو، من بعض التراخي فكر من يعني. وجهه نظري برضو اللي بقولها الهند وبقولها لكل الناس اللي بتسجل معايا، وزي حضرتك تفضلتي برضو، ان هو مش تعمل رساله وتترمي، لا انا عايز اسم هند يتاخد كمرجع. يعني انا بيبقى المراجع مثلا اقول ايه، ان المرض الفلاني مين اول واحد عمله، الاقي ان هو فالوبيان ومش عارف وديفيد وكل الاجانب، واحنا تراجعنا للخلف وبقينا في المقدم. انا نفسي يصل بينا الامر ان حد في البلاد الاوروبيه والبلاد الانترناشنال ياخد يقول دي هند ألفت كذا أو أضافت للعلم، ينسب لمصر، ينسب للبلد وليها، ويعمل بيه يعني يفعل. لذلك بقول لكل واحد يسجل معايا ماجستير، أنا عايزك تضيف سطر في منظومة الحضارة. يعني مش لازم تضيف في منظومة الحضارة تخترع اختراع كبير وتعمل زي الحاجات، لا، لو قدر يضيف سطر واحد فقط في منظومة الحضارة، إن يكون مثلا الموضوع اللي بيدور على المرض الفلاني هيلاقي أكتر واحدة كاتبة عنده هند، أكتر واحد كاتب عنده محمد، ويظهر اسمي كمرجع من المراجع على مستوى العالم. دي طبعا هنا معلش علشان الكلام يبقى واضح، يضيف هنا بمعنى أنه يتوصل لمعلومة جديدة، ولا يضيف بمعنى أنه هو ما ينقلش نقل مسطرة؟ نعم. لا، لكن هو يعني يجتهد في بحثه. طبعا هو حضرتك المعلومة الجديدة أنا ممكن أضيف معلومة جديدة، يعني لحد الآن اللي بتعمله هند أن ما فيش تسجيل على مستوى مصر مثلا للطول الطبيعي لحجم العضو الذكري بتاع الطفل لما يكون مولود، وبيبقى بالطول ده بيبقى قد ايه، والطبيعي قد ايه، ده لما نسجلها بس كلها في 3000 4000 طفل، ده معلومة جديدة. لما اقول مثلا نسبة حدوث الخصية المعلقة في 5000 طفل كام، دي معلومة جديدة ان انا قدرت اطلع النسبة الحقيقية لحدوث هذا المرض. بتختلف من بلد للاخر طبعا، المواصفات دي ما نقدرش نقول طبعًا انها عالمية، ولكن نقدر نقول في مصر، ودي مهمة في حد ذاتها على طبعًا فكرة، طبعًا خصائص البلد، خصائص الشعب. انا لو يريد حد يكون بيسمعنا، ان انا نفسي يكون في تسجيل لكل حاجة. تسجيل بمعنى ان انا اعرف كام واحد بيجي لهم ازمة قلبية في السنة في مصر، وبعدين احدد الفترة العمرية بتاعتهم قد ايه، ده البحث بيبقى كده، ومن سن كام، وفي الاناث ولا في الذكور، واللي عندهم سكر واللي عندهم ضغط، وكل الامراض بهذه الطريقة. ان مفيش تسجيل يجمع ال 100 مليون دول هقدر اطلع منهم اعداد احصائية ونسب اقدر احارب بيها العالم كله. احنا متشكرين للمعلومات القيمة دي، وبنناشد بقى جيل الشباب المتمثل في دكتورة هند، ان القوافل الطبية اللي بتحصل انتوا تشاركوا فيها اكتر، توصلوا للمناطق النائية والمحافظات، هم محتاجين لكم زي ما الدكتور محمد بيقول، وما عندهمش الامكانيات الكافية والموارد او الثروات، انا احب اقول عليهم ثروات بشرية. بشكرك دكتورة هند، بشكر طبعا جيل الخبرة في مجال طب جراحة الاطفال دكتور محمد عبد الباقي فهمي، شكرا لحضرتك. بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، وان شاء الله نلتقي في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقة جديدة من لقاء الاجيال.